حد عن الاحتفال بالبقاء اكيد في هذا العام. اضاء على التسديدة وعلي خليفة يا لي. عبد الله العريبي عن يسار الحسين حسين القاسم. يسارية محاولة انطلاقة يا سلام. جمال راشد مرة عرض الكرة خطيرة كرة الماضية رائعة كرة المرمى. وزيد محمد عدنان وهاني طه وأحمد محمد فلامرزي وعبد الله العجمي وخالد الشروق. تعود الآن من جديد كرة مع محمد. محمد يلعب باتجاه هذا اللاعب نظيم. إذا ممكن يصوب. الله عليك يا نظيم والله على. ولغاية هذا الموسم هذا الواجهة رقم 60 على مستوى دوري ناصر محمد. كرة أمامي من قول أهل خطرات عصفة طالع والمرمى فاضي. زعلان يقول له أنا لاعب التمرير هناك روح وراها. تعود الآن من جديد لمصلحة أرتيم. أرتيم يلعب تمريرة ساحرة مخادعة وضعت للأهلي من خلفه. قاسم سعيد مرماه فرصة الأهلاوية جهة اليسار في الهدف الثاني. ممكن جول. الله في رب اللعبة الماضية. تعود الكرة كم كانت خطيرة وكم كانت مثيرة وكم كانت غريبة لأن يكون إلى هدف ثاني لمصلحة نادي الرفاع. ولكن الرد قد يأتي سريعا أهلاويا داخل منطقة الجزاء. ابعاد عبر كرة رأسية يخلص هذا اللاعب الحداوي اللاعب الشاب هاني طه وفرصة تعطى في هذا اللقاء. يا إلهي ما هذا التمويه الرائع. عباس عياد يلعب عرضي والآن أين المنتصف نواف يلعب لكرة مرة أخرى. التمرير الرائع في الجانب الأيمن للنادي الأهلي لعياد يبحث عن الحد. يرجع الكرة ويل عالي على اليمين في إمكانية ولكن رأسية دفاعية. الأهلاوية تبعد الكرة الماضية تعود الآن من جديد لمصلحة النادي الأهلي. طلقة منتصف الملعب على اليمين في إمكانية عباس عيار. يا سلام كرة منقولة أهلاوية حلوة خذوا هات جهة اليسار عرضي داخل منطقة الجزاء عدها على طول. عشر في 5 نقاط.
كرة بتوصل للأهلي، هجمة هذه محاولة تسديد، تسديدة وين نظيم طبعا المستاري حاول بعد صعود الشباب في المركز الاول بناء كثاره والبحرين في المركز الثاني من دوري الدرجه الثانيه بالتالي ضمن الصعود المباشر والان محاوله اهلاويه مع نهايه شوط المقطع الاول الثاني يقترب وعود حول مسمار مار حتى هذه حلوه للبناي لكن على طول about to make the stars come.